لب الإشكال أن احنا قاعدين ندير في وضعية حرجة للغاية بدون بوصلة اقتصادية، بدون منوال اقتصادي، منوال الناس كل تقول المنوال الأول ترهل واستنفذ أغراضه وفقد صلاحيته، ولكن بأي منوال قاعدين نتحركوا هنا؟ ما عندناش منوال، ما عندناش خطة خماسية، هذا الآن ماش خطة خماسية، ما عندناش برنامج واضح وخريطة الطريق للخروج من الانكماش إلى النمو. الناس الآن العالم يعيش حالة متاع انكماش معناها مواسع، ونحن نبشر ونقول سوف ننتقل بقوة ساحرة ومعجزة إلى 4% نمو و 9% نمو اسمي، وهذا غير واقعي. إذن ما العمل دكتور العمل محمد النوري اليوم؟ شو تقترحوا عمليا كخارطة طريق، خاصة بعد الدعوة الأخيرة للأستاذ راشد الغنوشي اللي صراحة دعا إلى حوار وطني اليوم، وكانوا النهضة اليوم تتبنى هذا الخيار السياسي. نعم، هو هذا بداية الحل، وهو إدارة حوار وطني اقتصادي وطني شامل يضم كافة كفاءات وخبرات البلد. البلاد عندها من الخبرات، عندها من المادة الشخمة، خاصة بالجانب الاقتصادي عندها من الكفاءات والخبراء داخل البلاد وخارجها، اللي لو يجتمعوا مع بعضهم يومين ثلاثة سيخرجون بخارطة طريق موحدة تنقذنا من المأزق الذي نحن فيه. هذا الأول. اثنين، المشكلة الأساسية سي اليوسفي هو أن المشكلة هي الفساد. نحن الآن للأسف الشديد ما زلنا ما حطيناش الأصبع على موطن الداء. الفساد هو أصل المشكلة الاقتصادية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهمتني؟ الفساد. وإذا كان مشينا للفساد، نعطيك مثال. مثلا نحن من الأشياء التي وردناها في البيان الاستخلاص الجبائي، الفرضيات الغير واقعية أنه نحن باش نحسنوا الاستخلاص الجبائي، بينما نعرفوا معنا في وزارة المالية تمشي غاديك تلقى 4 مليار دينار، 4 مليار، 3.920، هذه أفير سانسويت، أفير سانسويت اللي وقعت عليها مراجعات أولية ومراجعات معمقة. هذوما الأربعة مليار لو نجيبوهم، لو نجيبوا نصفهم يا سيدي ياك ولا، سنحل مشكل كبير من مشاكل الميزانية اللي هي تعاني فيها. شو اللي عطل في كل هذا دكتور؟ الحوكمة، الإرادة الوطنية، التوافق. حل الأزمة السياسية، مش ممكن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدون حل المشكلة السياسية الاقتصادية الأزمة السياسية، ومش ممكن حل الأزمة السياسية إلا بإيجاد بالعودة لتوافق سياسي وطني للخروج من النفق. شكون ينجم يشرف على الحوار هذا في رؤية حركة النهضة اليوم؟ شنية المقاربة اللي تقترحوها حتى نصل لهذا الحوار الوطني اللي انتم رسميا تتبناوه كخيار نعم سياسي؟ نعم، احنا انا في تقديري الخاص انه مش مشكل إدارة الحوار الوطني، يكون رئيس الجمهورية، يكون البرلمان، يكون الحكومة، اعطينا نعمل حوار وطني، اعطينا نعمل حوار وطني ونكونوا صرحاء ونقفوا على مواطن الداء، فهمتني؟ هكا نجم نوصلوا الى تشخيص حقيقي واقعي وبلورة حلول.